نورت كابتن شرفت فاروق. كابتن، نورت شرفت كابتن طيب. عادل، نورت شكرا شرفت يا كابتن كابتن محمود. مبروك، شكرا. عادل عبد الرحمن طبعا نجمنا. شكرا. خلينا اقول لكم تصريح لكابتن محمود الخطيب بعد المباراه وبيتكلم فيها ان هو فخور بجمهور الاهلي. طبعا كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي بيتكلم ان هو فخور بجمهور الاهلي والشكل اللي كان فيه استاد الامير فيصل بن فهد، وايضا الكلام عن العلاقات القويه والممتده ما بين اشقاء المصريين والسعوديين في جزئيه الرياضه، وطبعا بيخص طبعا بتركي الشيخ طبعا رئيس هيئه الرياضه في السعوديه، ودي حاجه مميزه جدا، ودائما هي دي دائما اللي احنا حابينه، وحابين ان ده تمتد بالشكل ده. ايضا المستشار تركي الشيخ اتكلم وتصرح ايضا بعد المباراه والكابتن محمود الخطيب ان هو بيقن كل التقدير والاحترام لمجلس اداره النادي الاهلي بالكامل، واكيد التعاون سوف يستمر بشكل ما في مصلحه كيان النادي الاهلي الكبير واللي هو بيحبه بشكل كبير، وايضا عشان ده يعني توضيحا ان في بعض الناس اللي حاولت توقع ما بين او تعمل يعني شوشره حول هذه العلاقه الجيده والممتده والمتينه ما بين تركي الشيخ والنادي الاهلي، ودائما بنسعد دائما بمحبي النادي الاهلي في كل مكان، وايضا من يساعد النادي الاهلي في كل مكان بنشكره طبعا شكرا جزيلا، وطبعا بنشكر كابتن محمود الخطيب على يعني كلمته لجمهور النادي الاهلي، لان جمهور النادي الاهلي ده جمهور كبير جدا زي ما احنا شفنا كده، وجوده في السعوديه، وجوده في الامارات، هتلاقيه في الكويت، هتلاقيه في البحرين، هتلاقيه في كل حته في الوطن العربي بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ودايما هو اللاعب رقم واحد زي ما احنا بنتكلم. كابتن محمود الخطيب وضح هذه الامور قبل كده ان هو اللاعب رقم واحد بالنسبه للنادي الاهلي. كل التوفيق وكل الاحترام لفريقنا وجمهورنا ان شاء الله، وعندنا ماتش مهم جدا في الدوري الممتاز في اسبوع 22 يوم الاحد امام الاتحاد السكندري. نشوف ان شاء الله هنكون معاكم بكره في ليله المباراه، هنتكلم طبعا فنيا عن ان شاء الله هذه المباراه. بعد الفاصل هيكون معاكم الزميل عمر ربيع ياسين وبرنامج جول السكر، وطبعا كلام عن الكره العالميه، انتظروه ما تروحوش لبعيد.